جبر الخواطر. وهو فيه ايه بعد جبر الخاطر؟ حاجة، الأديان والمعتقدات والثقافات والحضارات، كل دول هتلاقي فيهم اللي بيدفعنا لجبر الخاطر. ابتسامتك في وجه أخيك جبر خاطر، فرحك لفرحة غيرك جبر خاطر، مواساتك له جبر خاطر، السؤال عنه جبر خاطر، إنك تعيد على جارك وتزوره وتوده ده جبر خاطر. الإنسانية هي في أساسها جبر خواطر. راحت فين الأيام الحلوة دي اللي كان فيها جبر الخاطر شيء مهم وله معنى جميل في حياتنا؟ علشان كده معانا الشيخ محمد بدوي مجاهد اللي دايما جابر خاطرنا عشان نتكلم معاه عن جبر الخواطر. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. شرفتني يا فندم. ربنا يشرف حضرتك. حضرتك عالم من علماء الازهر ومشاهدينك ومحبينك كتير جدا، لانك اجيت بتجبر خاطرهم. ربنا يحفظ حضرتك. حضرتك احنا ليه ما بنجبر، او ليه ما بطلنا نجبر الخاطر ولو بابتسامه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في الحقيقة أنا يعني بتقدم بالشكر لحضرتك وللسادة المعدين على هذا الموضوع الهام. لا يخفى على أحد أن الله تبارك وتعالى جعل هذه العبادة، عبادة جبر الخاطر، من أهم العبادات على الإطلاق. حتى لا أبالغ إذا قلت بداية أن الله تبارك وتعالى من صفاته العليا أنه يجبر خواطر عباده، فهو يزيل هموم المهمومين ويفرج الكرب عن المكروبين ويعطي العطاء للسائلين. وقد علمنا رب العالمين جل وعلا أن نتصف بهذا الوصف وأن نعمل بهذه العبادة. في البداية دكتورة اسمحي لي أقول لحضرتك أن عبادة جبر الخواطر هي أكبر دليل على طهارة النفس الإنسانية وعلى صفاء القلب وعلى جمال الروح، وعلى أن صاحب هذه العبادة إنسان طائع لله متبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نشوف رب العالمين سبحانه وتعالى إزاي بدأ بجبر خاطر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإزاي يؤمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجبر بخواطر الآخرين، فيقول له فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. لما أشوف واحد يتيم وأجبر بخاطره ومنهروش ده جبر خاطر، لما أشوف سائل ومعملش على أذيته أو كسر خاطره ده من جبر الخواطر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصف بهذا الوصف وعلم أصحابه الكرام كيف يعملون على هذا الأمر. دعيني أيضا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبر الخواطر سبب مباشر في نجاة العبد من كل ما فيه أذى. أيوة. الإنسان اللي بيجبر خواطر الآخرين ربنا سبحانه وتعالى بينجيه من كل كر. إيه الفرق بين جبر الخاطر سيدنا الشيخ والكلمة الطيبة؟ جميل. الكلمة الطيبة قد يجبر بها العبد خواطر الآخرين. فمثلا لما شوف النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فيشوف واحد من الصحابة يقال له أبو أمامة قاعد في المسجد في غير وقت الصلاة، فده يلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له ماذا جاء بك يا أبا أمامة في غير وقت الصلاة؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظره إن الوقت ده مش وقت جلوس في المسجد، وإن ديننا أمرنا بالعمل وبالسعي.
وبكسب العيش وبمزاولة الصناعة والتجارة وغيرها. فكون واحد زي أبو أمامة يقعد في المسجد في الوقت ده لازم في شيء أجلسه في هذا المكان. فقال له إيه اللي قعدك في المسجد في الوقت ده؟ فقال يا رسول الله هموم لزمتني وديون. هموم وديون. لزمتني وديون، يعني أنا ما لقيتش مكان ولا مجال أقوي إليه إلا بيت ربنا سبحانه وتعالى. أنا عندي هموم كتيرة وعندي ديون وأعباء أنا مش عارف أتصرف فيها. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام، دي بقى الكلمة الطيبة اللي بيعلمها لنا النبي وبيزرعها في نفوسنا، يعني جبر الخاطر إنه شعر بدقته. نعم، لأنه عايز يحل مشكلته، ده جبر الخاطر ولو بالكلمة. كويس. ولو بالكلمة. وهنعرف دلوقتي إزاي الكلمة بيبقى لها فعل أكبر من فعل السحر. فقال له طيب يا أبا أمامة أفلا أدلك على شيء إذا فعلته أزال الله همك وفرج عنك كربك؟ فقال له بلى يا رسول الله، أنا في أمس الحاجة إلى هذا. فقال له يا أبا أمامة قل إذا أصبحت وإذا أمسيت. قل الكلام هو قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. سيدنا أبو أمامة بيقول لنا بقى ففعلت ذلك كما أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لبث أن أزال الله همي وقضى عني ديني. هنا لما نشوف النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل إيه لأبي أمامة؟ علمه كلمات لو قالها ربنا سبحانه وتعالى يحل له مشكلته. طيب إحنا ليه بقينا كده يا سيدنا الشيخ؟ ليه؟ يعني ليه إحنا بقينا حتى الابتسامة أوقات ما بنستخسرها، ده حقيقي، يعني نبخل بيها. إحنا ما كناش كده. فعلا البعد دايما عن الدين وعن منهج الدين وعن الاقتداء بما كان عليه أخلاق النبي وأخلاق الصحابة الكرام هو ده اللي بيبعدنا عن إن إحنا ننتبه إلى ما يجب علينا تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين. ده أنا عايز أضيف لكلام حضرتك كمان إن البخل ما بقاش بالابتسامة بس، ده البخل بقى بالكلمة الطيبة، الكلمة من الزوج لزوجته، الكلمة من الابن لأبيه أو لأمه، الكلمة من الأخ لأخيه، علما بإن ديننا بيعلمنا إن الكلمة الطيبة صدقة، وإن تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإن إفشاء السلام صدقة، وإن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. طيب يعني إذن أنا كمسلم لو أنا حتى ما معيش جنيه في جيبي ممكن أتصدق؟ أتصدق بحاجات كتير قوي، بالبسمة الجميلة اللي في وجوه الآخرين. حتى الدين المسيحي المسائل الإنسانية فيه بتدعو للسماحة وبتدعو للكلمة الطيبة. وإحنا كمجتمع مصري كلنا ما بقاش عندنا جبر خواطر. أنا مع حضرتك في النقطة دي تماما. الرسالات السماوية كلها بتحثنا على سمو الأخلاق وعلى طهارة النفس وعلى أن نكون أفراد متفاعلين مع سائر أفراد المجتمع. ده أنا عايز أدي لحضرتك مثال يمكن يتعجب له كتير قوي من الناس. قد إيه يبقى جبر خاطر حتى غير المسلم من تعاليم ديننا الإسلامي؟ جبر خاطر غير المسلم من تعاليم ديننا الإسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام يبقى قاعد مع أصحابه وتمر جنازة فيقوم يقف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يتعجبوا يقولوا له يا رسول الله إنها جنازة يهودي، جنازة يهودي. أيوة. مش مسلم عشان تقوم تقف. فيقوم يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم أوليست نفسا؟ النفس دي مين اللي خلقها؟ الله. ومين اللي قبضها؟
الله. يبقى احنا بنقوم احتراما لهذه النفس الإنسانية مش المسلمة فقط. طيب لما نشوف واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب ماشي في شوارع المدينة فيلاقي واحد على غير دين الإسلام واقف يتسول من الناس فيقول له تعالى ما الذي ألجأك إلى هذا؟ فيقول له يا أمير المؤمنين كبر سني وعدم قدرتي على العمل. فيقول له لا تعالى معايا لقى بقى شيخ كبير ومش قادر يشتغل. فياخده سيدنا عمر بن الخطاب لبيته ويعطيه عطاء مما تيسر، وبعدين يكتب كتاب إلى خازن بيت مال المسلمين ويقول له هذا الشيخ ينبغي أن يكون له جعل شهري، يعني عطاء مرتب شهري يكفيه، فما أنصفناه إذ أخذنا ماله شابا وأضعناه شيخا. هو ده مش جبر خاطر؟ طبعا جبر خاطر. تخيل حضرتك لما واحد زي ده يحس بالكرم، يحس بأنه لا ده هو فرد في المجتمع له حقوق كما أن عليه واجبات، ويبقى له عطاء يغنيه عن ذل السؤال. طب هو ده جبر الخاطر. ربط جبر الخاطر بصفاء النفس. طبعا. يعني اللي انا فهمته من حضرتك ان النفس الصافيه فقط هي القادره على العطاء وجبر الخواطر. نعم. كيف يصفي الانسان نفسه؟ بان يلزمها. لا شك، شوفي حضرتك يا دكتور، لا شك ابدا ان كل انسان فينا يحب دائما أن يرقى. طبعا. الإنسان إذا كان عاصي هو لا يستمرئ المعصية، ما فيش واحد بيعمل المعصية وهو حبيب أنه يفضل في المعصية دي، بدليل أن اللي بيعمل المعصية أكثرهم بيحاولوا يتخفوا، مش كده؟ أيوه. عشان عارفين أن ده شيء بيغضب بس ربنا. قبل الخواطر سيدنا الشيخ كتير مش عارفين أنه معصية، يعني يطلع وجهه عابس يقول لك طلع زي أبوه. ده يعني كسر هو مش عارف أنه هو ما هي كده كلام حياتك ان كسر الخواطر برضو دي معصية. ايوه بالظبط. فهو كده. اللي بيكسر الخاطر في منهم مش عارفين ان ده معصية. لا لازم يبقى عارف، لازم يبقى عارف ده. شوفي حضرتك كمان كانوا بيقولوا زمان من مشى بين الناس جابرا للخواطر، يعني اللي يتعود على انه يعمل كده يجبر خواطر الناس. من مشى بين الناس جابرا للخواطر نجاه الله من جميع المخاطر. الله. شوفي حضرتك قد ايه الجمال في ديننا، ودي تجارة رابحة، تجارة رابحة. في انسان هو متعود على ده انه يبقى عارف انه لما يشوف راجل كبير مش قادر يمشي او يعدل الطريق يقوم ياخد بايده ويجبر مخاطره ويوصله. في واحد يعرف ان لما يلاقي ست كبيره مش قادره تركب السياره او مش قادره تشيل الشنطه اللي في ايديها يقوم يقول لها تسمحي لي يا ام اخدها منك وياخدها ويشيلها. هو ده جبر الخاطر. هو ده دي الاخلاق اللي بيها بيسمو الانسان ويرتفع. فيبقى العاصي مطلوب منه انه ياخد نفسه شويه للطاعه. في ناس دلوقتي بتقول مقوله غريبه شويه ان اول، وخلينا في المستوى الاجتماعي، اول ما اقول له كلمتين كويسين يبتدي يعاملني بتعالي. لو انا قلت لها انت نعمه من عند ربنا هتبتدي تتغر عليا. لو انا قلت للموظف ايه شغلك الكويس ده تاني يوم مش هيشتغل. وهو ده حضرتك احد الذرائع اللي بتتخذ لعدم جبر الخاطر، خشيه ان لو تم جبر الخاطر الطرف الآخر يعني يتمرع بهذا. اسمحي لي أقول لحضرتك إن هذا الاعتقاد اللي بيعتقد الاعتقاد ده هو إنسان بيحاول يجد ذريعة ومبرر علشان يبرر سوء فعله أو بخله بالكلمة الطيبة. يعني إذا كان ديننا سبحان الله بيبيح الكذب في بعض الحالات، من أهم الحالات دي الكذب على الزوجة لإرضائها. يعني صح الواحد متزوج واحدة درجة الجمال بتاعها 50% أو 40% أو 60%، وهنا يباح له إنه يقول لها لا ده أنت أجمل واحدة على وجه الكرة الأرضية في نظري، ده مباح وما يكتبش عليه كذب.
يبقى هنا حضرتك لما نبخل بالكلمة الطيبة، طب فضل لينا ايه نتعامل بيه؟ يعني انا برضو عايز يعني افهم اخواننا دول حاجة، ان البخل لا يتجزأ. البخيل بماله، البخيل بماله هو بخيل في عواطفه، هو بخيل في البسمة اللي مش قادر يظهرها على وجهه، هو بخيل في إظهار مشاعره تجاه أقرب الناس إليه، تجاه زوجته، تجاه أولاده، تجاه أبيه، تجاه أمه. تخيلي حضرتك في ناس وبعض الزملاء قال لي مرة أنا ببقى عايز أضم أولادي لحضني بس ما بقدرش. ليه ما بتقدرش؟ يقول لي ما تعودتش عليها. قلت له يا أخي إحنا بنتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيدلع ويلاعب حفيده الحسن أو الحسين، ودخل عليه راجل اسمه الأقرع بن حابس، راجل أعرابي، فهو يعني فيه شدة شوية، فشاف النبي عليه الصلاة والسلام النظرات فيها غرابة شوية على وجهه، فقال له ما بك؟ قال له يا رسول الله إن لي 10 من الأولاد، 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحدا قط. حضرتك تتخيل ده؟ لا طبعا. ربنا يرزقه ب10 أولاد ما يغلطش مرة ويقبل عيل منهم أو يضمه لصدره، لأنه فاهم إن ده يتنافى مع الرجولة. لا، الراجل ما يعملش كده، لا دي العاطفة دي بتاع الستات، لا. فيقوم شوف بقى حضرتك الرد بتاع النبي إيه عليه الصلاة والسلام، يقول له وماذا أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم، لا يرحم. القضية انتهت، من لا يرحم لا يرحم. طيب خليني برضو أروح حاجة اجتماعية برضو. أتفضل. حضرتك أوقات فعلا في حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية إن شخص يقابل سيدة وفعلا يخطق عليها بجبر الخواطر، نعم، وهي تستغل ده بطريقة فيها إجحاف له، والعكس صحيح، فبيبدأ من هنا يتعامل مع الأخرى أو هي تتعامل مع الآخر من منطق إن أنا عشان أديت كتير وكنت بجبر الخاطر في كل الجوانب فأنا تم كسر خاطري بالضبط. حضرتك يعني ازاي ده جزء جوانا، يعني جميل. ازاي يتعامل معاه اللي تعرض له؟ انا بأؤيد كلام حضرتك لان المنطق ده عند ناس كتير جدا فعلا. ممكن واحد يقول والله انا احسنت كتير ولكن ما لقيتش مقابل للاحسان ده، وفي ناس فعلا فعلا بتتنكر للجميل، وفي ناس فعلا مهما حضرتك تعملي معاها هي تقابل الحسنة بالسيئة. انا مع حضرتك في ده فعلا، بس أنا هنا اللي هيحكمني حاجة من اتنين. أي فندم، أنا هتعامل مع البشر ولا هتعامل مع رب البشر؟ رب البشر. ده المنطق. اللي هيتعامل مع البشر هيعامل البشر بأعماله، اللي هيتعامل مع رب البشر مش هيهمه هذا المقابل عند البشر، لأن ربنا سبحانه وتعالى حسم القضية في القرآن الكريم، قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وده في حتة كده برضو يعني تؤيد هذا الكلام. أيوة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عارفين إن هو ربنا سماه الأتقى في القرآن الكريم. أيوة. والنبي عليه الصلاة والسلام بشره بإن ربنا سيرضيه وإنه من أهل الجنة. أيوة. لما يشوف سيدنا أبو بكر نفسه بينفق على واحد اسمه مسطح ابن أثاثة، وده كان من قرايب سيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر بيصرف عليه يعني قايم بيه من الألف للياء زي ما بيقولوا، وبعدين يفاجأ سيدنا أبو بكر إن الراجل ده اشترك في الحديث في حادثة الإفك عن السيدة عائشة، وبرضه يكرمه بنت سيدنا أبو بكر. لا، هنا بقى النفس البشرية أيوة اتحكمت شوي طبعا. فسيدنا أبو بكر قال مسطح يقابل الإحسان بالإساءة دي والله لا أنفق عليه بعد اليوم. الله، دي طبيعة البشر. لا، شوفي حضرتك بقى اللي حصل. والله لا أنفق ولا والله لا أنفق، والله لا أنفق، لا أنفق. خلاص من النهاردة مش هيطول مني جنيه زي تمام. ما بنقول كويس. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى ينزل قرآن في شأن سيدنا أبو بكر،
القرآن يتلى إلى يوم القيامة يقول إيه؟ أيوة. يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي يعني ما يحلفش، ما كانش يصح يحلف. أولو الفضل منكم والسعة، وصف سيدنا أبو بكر بإيه؟ بإنه صاحب فضل وبإنه صاحب توسعة من الله عليه، ربنا وسع عليه. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا. اللام هنا العلماء يقولوا لام الأمر، وليعفوا وليصفحوا. يبقى ربنا أمر سيدنا أبو بكر بحاجتين، بالعفو، بالعفو والصفح. مش بالعفو بس، والصفح. طب هو إيه الفرق بين العفو والصفح؟ العفو إن أنا ما أخدش حقي من اللي ظلمني. الصفح إن أنا ما لقيش أي أثر في نفسي تجاه ما حدث. وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ يرد، يا لا خلاص أنا عارف أن حضرتك عايزة تسألي تاني. فيرد سيدنا أبو بكر يقول بلى أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه ورجع ينفق على مصطفى. هنا تعامل سيدنا أبو بكر مع مين؟ مع الله بس. طيب إحنا نطلع نشوف تقرير أنا وحضرتك. أتفضل. عن جبر الخواطر من الشارع. تفضل معنا. تفضل. راح فين زمن جبر الخواطر يا حاج؟ لا، جبر الخواطر كان في فرق ما بين زمانه وبين دلوقتي مفيش كلام من ده خالص. محدش بيسأل في حد، وكل واحد بيقول يا نفسي. انكرت اسباب كتيرة. الاخلاقيات دي بداية. اتنين، عدم ايمان. النفوس وحشة. كان زمان وجبر، راح خلاص. كان زمن وجبر. يعني انت حاسة دلوقتي ان احنا زي الاول؟ مش زي الاول، صح؟ راح في الهوى. يعني الناس في الأول تدور على صلة الرحم. لو احنا وصلنا رحمنا هنجبر خاطر كل الناس. جبر الخاطر مش معناه ان انا اسلم عليك واكلمك، لا، ده يبقى في مودة وفي رحمة، والناس ترجع العلاقة الطيبة بتاع زمان. ربنا يخلي النت والموبايلات والحاجات اللي ما بتخليناش نسأل على بعضينا. الزمن ما بتغيرش، الناس هي اللي بتتغير. دلوقتي ما فيش حد دلوقتي بيشوف حد زعلان او بيشوف حد مثلا مخنوق، ما فيش حد بيجي جنبه، كل واحد بيقول يلا نفسي. كل ده عشان بعيدنا عن الدين. يعني الناس دلوقتي بتصلي وبتصوم كده يعني مظاهر بس، انما الاخلاق، اخلاق ما فيش الا بقى من رحم ربي. كنا بننزل طبق الاكل، هو اللي ينزل عند الجيران يطلع فيه اكل تاني، ينزل يطلع فيه اكل تاني. ما كانش فيه حد بيبقى جعان. النهارده الناس بتبقى جعانه، النهارده الناس بتبقى جعانه. ممكن يبقى جاري جنبي ولا ليه دعوه بيه ولا ليه دعوه بيه. ده ببساطه جدا كنا بنكبر خاطر بعضينا بكلمه طيبه، بكلمه سلام عليكم. لواحد بقى صغير، لواحد فقير، لواحد ده، لواحد ده، لمجرد ما كان حد يحتاج حاجه كنا بنقول له حاضر. شيخ محمد، فضل. حضرتك عاوزين نرجع لجبر الخواطر. حضرتك قلت جزء ان الرجوع للدين، نعم، والجزء الاخر اللي هو التعامل النفسي كل منا مع نفسه، نعم. حضرتك تضيف لنا ايه وتبقى هو ده خلاصة الحلقة؟ اضيف حضرتك ان الانسان فينا هو لا يملك حياته ولا يملك ساعة رحيله. الإنسان فينا عليه أن يكون في هذه الدنيا أثر. أثر بمعنى أثر، إما أن يكون أثرا طيبا وإما أن يكون أثرا سيئا. وعليه أن يختار لنفسه ماذا يريد أن يكون وماذا يريد أن يصبح، وما الذي يتمنى أن يناله من مكانة عند الله تبارك وتعالى. الإنسان فينا عليه أن يكون دائما على استعداد للقاء الله تبارك وتعالى، وهذا لن يتحقق من فراغ. أنا عجبني قوي الحج اللي بيقول إن احنا بعدنا عن الدين. فعلا الدين للأسف كتير قوي من إننا فهموا إن الدين هو بينحصر بس في الصلاة والصيام والزكاة والحج. لا، احنا الدين بتاعنا عبارة عن ثلاث حاجات: عقائد
وعبادات ومعاملات، وهو ده الأساس عندنا، المعاملة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل العبادة بتخص صاحبها فقط، إنما جعل التعاملات أو المعاملات هي بتعود على النفع بكل فرد في المجتمع. أنا لما أحسن التعامل مع الآخرين هو ده اللي بيخليني أبقى أثر طيب في هذا المجتمع، أخدم مجتمعي وأنفع إخواني وأكون صالحا لنفسي ولغيري. أشكرك. أشكر الشيخ محمد مجدي مجاهد عالم الأزهر. أشكرك يا فندم. ربنا يحفظ حضرتك. أمنيتنا المصرية النهاردة إن إحنا نرجع مرة تانية لجبر الخواطر، وزي ما قال شيخنا اللي يجبر خاطر الناس ربنا يحميه من المخاطر. أصبحوا على ألف خير وهنا.